ومعنا عبر الهاتف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة دكتور عادل البلبيسي. أهلا بك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني حتى هذه الساعة كيف تقيمون اليوم وأيضا الإقبال على مراكز التطعيم؟ مساء الخير يا سيدي. المراكز اليوم كما ذكرتم هي مراكز محدودة جدا، في عمان حدائق الحسين وحدائق الملك عبد الله، وفي إربد مدينة الحسن، وفي الزرقاء الساد الأمير محمد، وكلها بتقدم الخدمة من خلال درايف ثرو، من خلال السيارات. لا. الهدف سيدي من اليوم فصاعدا جميع المراكز التي تقدم خدمة الجرعة الأولى ستقدم هذه الخدمة للأشخاص من عمر 40 سنة فما فوق دون التسجيل أو دون الحصول على موعد مسبق. يعني هذا تسهيل للمواطنين حتى يقبلوا على التطعيم. المراكز اللي فتحناها اليوم بتجينا بعض الشكاوي أنه أنا بشتغل الساعة 5 ما بلحق أروح على مراكز التطعيم، فإحنا فتحنا هذه المراكز لهؤلاء الأشخاص اللي طبيعة عملهم ما بتسمح لهم إلا أنهم يكونوا يوم الجمعة متواجدين، ففتحنا هذه المراكز يوم الجمعة حتى نسهل على المواطنين الإقبال على مراكز التطعيم. الحمد لله الإقبال جيد بصورة عامة، يعني يوم أمس يمكن كان في عنا حوالي 80 ألف شخص طعموا، باليوم اللي قبله كان في عنا حوالي 111 ألف، وهذا رقم يعني قياسي لم يسجل قبل ذلك. بصورة عامة الآن كمان يعني وصلنا بالجرعة الأولى إلى حوالي 2.5 مليون جرعة أولى، وإلى الجرعتين لحوالي 1,420,000 جرعة ثانية جرعتين. لذلك بيكون يعني إحنا كان هدفنا أنه نوصل بـ1.7، كما كنا نذكر دائما أنه بـ1.7 نوصل إلى 3 مليون جرعة. الحمد لله وصلنا بـ1.7 إلى حوالي 3.9 مليون جرعة. نعم دكتور عادل، يمكن من المبكر يعني أن نتحدث بخصوص الأعداد التي ذهبت اليوم وأخذت اللقاح يعني دون تسجيل على الموقع، لكن يعني من خلال تقييمكم، أنت تحدثت أن الأعداد جيدة حتى الآن، لكن هل هناك نسبة كبيرة وأين تركزت أيضا، يعني في أي مراكز كانت؟ سيدي هم يعني كما ذكرنا هي مراكز محدودة، يعني في عمان عندنا مركزين، مركز هي في حدائق الحسين وحدائق الملك عبد الله، يعني واحد في غرب عمان واحد في شرق عمان، وهكذا في إربد والزرقاء. طبعا يعني تقييم هذه يعني بالأسبوع الماضي كان يوم الجمعة الماضي طعمنا حوالي 45 ألف شخص، منهم الكثير من الذين لم يكونوا مسجلين سابقا على منصة التطعيم، وهذا مهم جدا. يعني بهمنا سيدي احنا نوصل للاشخاص في الفئه العمريه الكبيره نسبيا، لانه هذول اخطر دائما عند الاصابه، هم اكثر خطوره من غيرهم انه يدخلوا المستشفيات او تحصل لهم بعض المضاعفات. ولذلك نتخذ كل الاستراتيجيات والوسائل حتى نصل لهؤلاء الاشخاص. نعم. سوف بهذه المناسبه راح برضه يعني من استراتيجياتنا راح نضع بعض التطعيم في بعض المراكز الصحية الشاملة اللي الأشخاص بيروحوا ياخدوا أدويتهم للأمراض المزمنة، أمراض السكري وأمراض الضغط. غالبا هدول الأشخاص بيكونوا فوق 60 سنة، ولذلك راح يكون أيضا تطعيم هؤلاء الأشخاص في هذه المراكز. يعني كل الطرق والاستراتيجيات للوصول إلى هذه الفئة اللي 60 سنة فما فوق، وأعدادهم على فكرة أعدادهم محدودة جدا. يعني بالأردن إحنا عندنا 60 سنة فما فوق عندنا حوالي 580 ألف شخص، إحنا استطعنا أن نصل إلى حوالي 320 ألف شخص، لكن منحاول نصل إلى البقية الباقية من هؤلاء الأشخاص. وهي يمكن دعوة من خلال هذا المنبر إنه الأشخاص اللي فوق 60 سنة هم يقبلوا على مراكز التطعيم ويطعموا في أي مركز مفتوح لهم في أي وقت. نعم دكتور، حتى يأخذوا هذا اللقاح. نعم دكتور، هل من خططكم أيضا يعني الآن من 40 سنة فما فوق، يعني لكن هل هناك مستقبل سيكون مثلا من 30 سنة فما فوق دون التسجيل على المنصة؟ نعم يا سيدي، إذا يعني الآن إحنا إذا بتلاحظ إنه بدأت الفجوة ما بين الأعداد المطعمة والمسجلين على المنصة
بدأت بالتقلص، أصبح يعني ما في هناك فرق كبير بين الأعداد اللي تم تطعيمها والأعداد المسجلة. عندما نصل إلى تطعيم كل الأشخاص المسجلين على المنصة سوف نتخذ إجراءات أخرى، استراتيجية أخرى، أنه يكون في كل المراكز الصحية تطعيم في هذه المراكز وبدون تسجيل وبدون موعد مسبق. نعم، إذا أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، شكرا جزيلا لك.